يسعد لي اوقاتكم شباب، كيفكم؟ شو اخباركم؟ يا رب تكونوا بالف خير. هذا هو الدرس الثالث من سلسله شرح الاكسي انفينيتي. باذن الله تعالى يعني ماشيين بهي السلسله على قدم وساق. كل الفيديوهات عم سجل لكم اياها ورا بعضها كرمال انكم تحصلوا كل المعلومات اللي ممكن تحتاجوها بالنسبه لموضوع الاكسي انفينيتي. بهذا الدرس راح اشرح لكم البطاقات، كيف فيكم تختاروا البطاقات وشو الفرق بين البطاقات وكل المعلومات اللي بتستخلصوها من البطاقه لحتى تعرفوا انتم بالضبط هي البطاقه شو بتعمل. طبعا شباب اذا انتم بدكم تاخذوا لمحه عن البطاقات القويه بدي اياكم تروحوا على الموقع اسمه اكسيزون. في عندنا هون الليدر بورد، الليدر بورد هي قائمه بالترتيب افضل 100 لاعب على العالم. اذا بتروحوا مثلا على الفريق رقم واحد على العالم اللي اخذ الترتيب الاول بتلاحظوا انه في عندنا هون شيء اسمه تيمز او الفرق، وفي عندنا هون اللاست يوزد او الفريق اللي اخر فريق تم استخدامه، وفي عندنا الموست يوزد او اكثر فريق بيتم استخدامه على حسب اخر 100 مباراه. تمام، طبعا الفريق او صاحب الحساب ممكن يكون عنده اكثر من فريق، هذا بشكل عادي طبيعي ما في اي مشكله. تمام، بالنسبه لموضوع انه هلا شفنا الفريق تبعه كيف، طيب بدنا نشوف هذا الفريق شو البطاقات اللي بيملكها. فينا نضغط على الاكسي تبعه، تمام، وبننزل لتحت بنشوف عنده هون البطاقات تبعه. طبعا شباب اذا بدكم تروحوا تبحثوا مثل ما انكم شايفين عندنا هون الاكسي هو نوع بلانت، تمام، وبنشوف البطاقات. اذا بدنا نبحث عن هي البطاقات انتم دائما بالفرق هي الاولى على العالم راح تلاحظوا انه في عندنا دائما بطاقات غاليه كثير. يعني خلونا هلا نشوف هذا الاكسي، خلينا اذا بدنا ننسخ بطاقاته خلينا ننسخ اسمهم ونشوف اذا حطينا هي البطاقات باكسي واحد شو راح يصير سعره. تمام، خلينا نشوف. لاحظوا انا هلا ضفت بطاقتين، ثواني خلينا ننزل شوي لتحت، عفوا نرجع ناخذ اسم البطاقه الثالثه. طبعا هي البطاقه الثالثه مو موجوده انه ما في اكسي هيك بكل الماركت بليس. اذا حطينا هي البطاقه مثل ما لكم شايفين يعني هذول الاثنين اكسي، واحد ب 1800 دولار وواحد ب 210000 دولار لانه فيهم هذول الثلاث بطاقات. طبعا مثل ما عم بحكي لكم موضوع البطاقات هذا موضوع يعني كثير في يعني تعمق، في كثير كل بطاقه في لها وظيفه عن الثانيه. فاذا انتم بدكم تشوفوا مثلا تاخذوا فكره عن البطاقات عن الفرق الكبيره بالعالم فيكم مثل ما عم بحكي لكم من الاكسيزون تفوتوا لهون وتشوفوا كل الفرق المية على العالم، كل واحد شو عم يستخدم، اكثر فريق عم يستخدمه البطاقات، انواع الاكسيز اللي عم يستخدمها، فيكم تاخذوا فكره لحتى تقدروا تختاروا الفريق الخاص فيكم. طبعا هذا مو معيار انما بس من باب الاستنباط او انكم يعني تاخذوا فكره عن الموضوع مو اكثر. تمام شباب، بالنسبه للبطاقات هلا طبعا في كثير ناس عندها مشاكل بالانجلش، يعني هلا بدك انت تروح تدور على اكسي تبعك، بدك تروح تبحث عن بطاقات معينه، طيب على اي اساس؟ من وين بدك تجيب اسماء هي البطاقات؟ في عندك طريقين، بتروح على الاكسي زون، في عندك هون الكارد تير ليست، تمام، بترتب لك البطاقات. انت مثلا بدك بطاقات البلانت برتب لك اياهم من الاعلى للاقل. تمام، في كمان تروح على موقع الاكسي وورد، تمام، هون في عندك انت فيك ترتب البطاقات على حسب النوع. مثلا انا بدي بطاقات الاكوا، تمام، وبدي ارتب البطاقات من الاعلى هجوميا او من الاسفل هجوميا او من الاعلى دفاعيا او من الاسفل دفاعيا. يعني مثلا انا هلا بطاقات الاكوا بدي ادور على بطاقات اعلى شيء هجوميا، تمام، بيطلعوا لي بهذا الشكل. اللي عنده مشاكل بالانجلش بيقدر ينزل اضافه متصفح جوجل كروم اللي هي الترجمه وبيقدر يترجمهم، ياخذ لمحه عن الموضوع، مع انه احيانا الترجمه بتكون ظالمه شوي، لكن يعني الموضوع مو سيء، ابدا مو سيء انه الواحد اللي عنده مشاكل بالانجلش بيقدر طبعا هون يترجم البطاقات للعربي لحتى يفهم هي البطاقات لشو بترمز. تمام شباب، بالنسبه للبطاقات بعد ما انت شفت البطاقة مثلا اول شغلة بدك تشوف هي الارقام البطاقة، بدك تفهم لشو ترمز. في عندنا هون رمز هون رقم واحد، شايفينه هذا رقم واحد اللي هون، هذا بيعني انه انت لترمي هي البطاقة او لتلعب هي البطاقة باللعبة لازم يكون معك واحد انرجي. تمام، انت اول ما تبلش بالجيم بيكون معك ثلاثة انرجي، يعني فيك تلعب ثلاث بطاقات. بفرض انك انت حابب انك انت تجمع بطاقاتك
وتخليهم لتلعب بالدور اللي بعده. فانت اذا ما لعبت ولا بطاقه وحطيت ان تيرن او انهاء دورك ومررت الدور للخصم، فانت راح يصير عندك بالدور اللي بعده 5 بطاقات، راح ينزاد بطاقتين كمان. فانت هون ممكن انك تدمج 5 بطاقات وتقضي على الخصم بضربه واحده، تمام؟ او انك مثلا تلعب بطاقه وتخلي بطاقتين، فانت الدور اللي بعده يصير معك بدل بطاقتين يصير معك 4 بطاقات. فبهذا المبدا انت يعني موضوع الانرجي، يعني بنفس هذا المبدا اللي عم بحكي لك عليه، انه انت في عندك كل جوله في عندك انرجي معين، في حال صرفتهم بهي الجوله فالجوله اللي بعدها خلص ما عاد ينزلوا لك، اما اذا ما صرفتهم رح ينضف لك انرجي جداد، تمام؟ فهي الانرجي انه انت في عندك لازم تحتاج 1 انرجي لحتى تلعب هي البطاقه، ورح نشوفها بالشرح العملي كيف بتصير هي العمليه. اللي بدي احكي لك اياه انه في بطاقات بتكون زيرو انرجي، يعني هي البطاقه مثلا فيك تلعبها من غير ما يكون معك انرجي، تمام؟ وكمان هي البطاقه يعني مثل هي البطاقه، خلينا انا بورجيكم شلون بتطلع بالعربي، بدي حابب اشوف معكم. شوف، احصل على طاقه واحده عند دمجها مع بطاقه اخرى، تمام؟ يعني هي البطاقه لما انت تحطها مع بطاقه ثانيه، يعني بفرض هي البطاقه انت هي بتعطيك هجوم 30 مثل ما لك شايف، هذا الرقم اللي بالاحمر هو رقم الطاقه الهجوميه تبع البطاقه، وصفر هو طاقه الدفاع او الدرع اللي بتعطيك اياه. فغير انها بتهاجم بقدره 30، وبتعطيك بالجوله اللي بعدها انرجي زياده، يعني قدره على لعب بطاقه اضافيه. انت طبعا كثير احيان بتكون انه بحاجه انه لو فيك تلعب بطاقه زياده فانت ممكن تقضي على خصمك بالكامل. فموضوع الانرجي موضوع مهم، بس لازم انه يكون عندك بفريقك، يعني على الاقل يكون في عندك بطاقه انرجي مثل هذه البطاقات اللي هي صفر اللي بتعطيك انرجي انه انت كمان ممكن تحتاجها باللعبه لما بدك تلعب. موضوع يعني طرق اللعب واستراتيجيات اللعب، انا لحد الان انا نوب باللعبه صراحه، مثل ما حكيت لكم اني انا حاليا عم حصل بس ال 75 اس ال بي اللي هن البيز، يعني البيزك الاساسيات. الموضوع اني العب ضد الناس واربح عليهم بسهوله هذا الشيء ما عم يصير مع الاسف، يعني الموضوع عم يكون ماله بهالسهوله هي. فيعني بالنسبه لموضوع الاستراتيجيات لسه انا بدي اتعمق باللعبه اكثر لحتى فهمكم الاستراتيجيات بالضبط. انا هلا عم بشرح لكم المعلومات، ممكن انتم من هي المعلومات انتم يعني اذا استوعبتوها منيح تقدروا تلعبوا اكثر مني، بس انا الفكره انه انا مالي شاطر بالعاب الورق اساسا. اللي شاطر بالعاب الورق وبيعرف يحسب وبيعرف انه هذا الخصم كم انرجي معه وكم انرجي انا معي وقديش رح يلعب وشو البطاقات اللي ممكن يلعبها انك تتوقع لعبته، طبعا هذا الشيء كله بيختلف معك. المهم اخواتي، بعد ما هلا شفنا البطاقات، خلينا هلا مثلا نعمل مثال بسيط. هلا انا مثلا بدي بلانت. البلانت مثل ما كلنا بنعرف انه هي يعني مثل ما حكينا انه هي مميزه بالدفاع، فانا بدي احط لها بطاقات دفاعيه. بنجي من هون بنحدد الهايست ديفنس، في عنا هي البطاقه مثل ما لكم شايفين بتعطيني درع بقيمه 115. هي البطاقه طبعا انا بطاقه بملكها بالاكسي البلانت الخاص فيني. اذا بدنا نجي نعمل بحث، خلينا نجي نجرب هون، بنحط بلانت، البريد كاونت بنحطه زيرو، البارتس بنحطها هي البامكن مثلا، مثل ما لكم شايفين هون طلع لي كل الاكسيز يلي بيكون فيها بامكن. لكن لاحظوا هي الاكسي اللي بيكون اسعارهم هيك بسيطه اللي هم 20 دولار و5 دولار ودولار وهيك مستحيل تقدروا تشتروهم، يعني لو كبست عليه وحبيت تشتري شايف ما في امكانيه انك تشتري، تمام؟ وبالنسبه لموضوع مثلا اللي حكيت لكم اياه موضوع الستاتس، انه الهيلث تبع البلانت لازم يكون 61، يعني يفضل انه انت تاخذ بلانت 61، هي بالنسبه للبلانت. بالنسبه للاكسس الثانيه لازم تروح وتشوف الجدول اللي نزلت لك اياه، اللي هو خليني ارجع اشوف لكم اياه وين صار، يلي هو هذا الجدول شباب. هذا الجدول يعني لازم الستاتس تبع الاكسي تبعك تكون فيها، تحاول تحقق هاي الارقام بشكل كامل، تحاول لكن مو شرط. انت مثلا ممكن يكون في عندك بطاقات معينه من نوع ثاني حابب تضيفها وعلى حساب انك تنزل شوي من هدول الستاتس، مو مشكله، لكن انا عم بعطيك بس مجرد نصيحه. بالنسبه للبلانت يعني يفضل انه يكون 61 وبعدين تجي تختار البطاقات اللي بدك اياها. لاحظ اخي هلا بعد ما مثلا ضفنا بطاقه البامكن، تمام، مثلا بدي انا بطاقه ثانيه، بدي بطاقه كمان دفاعيه وهجوميه تكون مثلا بنفس الوقت. مثلا هاي البطاقه على سبيل المثال انا عم بحكي لكم، ما عم بعطيكم نصيحه لبطاقه معينه، بس عم ورجيكم شلون نحن فينا نضيف البطاقات. هي طفنا البطاقه الثانيه وعلى نفس هذا الاساس بنضل بنضيف البطاقات الاربعه اللي بدنا اياها، يعني كمان خلينا نضيف بطاقه ثالثه ورابعه.
مثلا انا هلا بدي بطاقات هجوميه لهذا الاكسي، مو بس انه يكون دفاعي، فانا راح اخذ هاي البطاقه كمان بطاقه هجوميه، خليني اضيفها مثل ما لكم شايفين. هلا هيك انضافت 3 بطاقات، وبدي اضيف مثلا هاي بطاقه هجوميه كمان، تمام؟ فصار عندي بطاقتين هجوميات وبطاقتين دفاعيات، فهي الاكسيز اللي طالع عندي. بالنسبه لموضوع شباب اللي نسيت احكي لكم عليه، موضوع البيورنس، موضوع انك انت هون نسبه نقاء الاكسي تبعك، هون كل ما زودتها انت الاكسي تبعك رح يكون نقي اكثر. في اضافه بتنزلوها على متصفح جوجل كروم اسمها فريكس اكسي، شايفين هذا الرقم هون ال 92%، هذا الرقم بيدل على نسبه نقاء الاكسي تبعك. شلون يعني نقائه؟ انه هذا جاي من اب وام، هن من الاساس انقياء، يعني انه هن يكونوا من الاساس هن الاثنين بلانت، يعني مثلا اذا هذا الاكسي بلانت يكونوا هن الاثنين بلانت. لاحظوا هي العواميد الثلاثه دول، الدي والار 1 والار 2، الدي او الجين الدوميننت او الجين السائد، انه كلهم جينات طبعا بلانت. الريسيسيف 1 والريسيسيف 2 ممكن يكون فيهم لعب، بس مثل ما لكم شايفين الدوميننت كلهم بالاخضر، فهذا يعني انه يعني لما انت بدك تزوجه مع اكسي ثاني فممكن انه يطلع لك اكسيز جداد يكونوا يعني غالبا يكونوا مثل منه بلانت، تمام؟ هي بالنسبه لموضوع التزاوج، بالنسبه لموضوع البطاقات، بالنسبه لاختيار البطاقات، بالنسبه كيف فينا ندور على البطاقات. لهون بتوقع الدرس بكفي باذن الله تعالى. بالدرس الجاي بعد ما انتم هلا اخترتوا الاكسيز تبعكم، اخترتوا البطاقات المناسبه لكم، كل هي الامور خلصتوها واشتريتوا الاكسيز وضفتوهم بحسابكم، رح ورجيكم بالدرس الجاي شرح واجهة اللعبة وكيف فيكم تضيفوا الفريق تبعكم وكيف فيكم تباشروا باللعبة وكل تفاصيل الواجهة الرئيسية للعبة وطريقة اللعب. بشوفكم بالفيديو الجاي. السلام عليكم ورحمة الله.